جديد بنرحب فيكم مشاهدينا، وبدي ارحب كمان برعد الرقاد اللي موجود الان في معان وتحديدا عند بوابة معان. صباحك سعيد يا رعد. صباح الخير لك نسرين وايضا اعزائنا المشاهدين. كيف الحال؟ صامد؟ لسه صامدون طبعا بربع بلدنا الحبيب. طيب الحمد لله، عن جد يعطيك العافية رعد، يعني بدعت بوجودك معنا كل حلقة من موقع بالشمال وبالوسط وبالجنوب من مواقع المملكة الجميلة من مدن ومحافظات المملكة المختلفة، فيعطيك ألف عافية. وشو بتخبرنا الآن على الموقع اللي أنت واقف عنده بالتحديد؟ شكرا نسرين. طبعا أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم بكل حب وبكل خير. تحية أردنية لكل شخص قاعد يشوفنا من داخل وخارج حدود مملكتنا الأردنية الهاشمية. قافلة برنامج يوم جديد ما زالت مستمرة معكم بإذن الله تعالى، اليوم الأول من الأسبوع الرابع على التوالي. نحن معكم اليوم من محافظة معان عند بوابة معان، المدخل الرئيسي لمحافظة معان. طبعا القطار البخاري التاريخي، الخط الحجازي القديم، يعني هذا الموقع اللي له مكانة جدا كبيرة. فراح نكون معكم اليوم وايضا هذا الاسبوع كامل ان شاء الله بمعان، وراح نكون معكم ايضا بعد قليل من قلعه معان وضيوفنا الكرام للحديث عن قلعه معان وايضا محافظه معان بجميع المواقع الاثريه والسياحيه الموجوده داخل محافظه معان. شكرا يا رعد، بعد شوي راح تكون يعني راح نتواصل معك مع ضيوفك كمان، راح يكونوا موجودين معك من نفس الموقع ومن مواقع مختلفة من معان. أكيد نسرين أكيد، وإن شاء الله يعني قافلة برنامج يوم جديد زي ما وعدناكم راح نكون متواجدين في جميع محافظات المملكة الحبيبة. يعطيك ألف عافية.